أيها الإخوة، ما معنى كلمة فاحشة؟ كلمة فاحشة تنصرف إلى فعل قبيح، فعل يسبب لفاعله العار، فعل يجعل صاحبه مضغطاً في الأفواه، شيء تستقذره النفس، شيء تنكره الفطرة السليمة، شيء يشيع بين الناس كخبر يتعلق الناس بترويجه لغرابته. جاء في بعض المعاجم الزيادة في القبح، وبعض العلماء صرف كلمة فاحشة إلى الزنا، لأن أي معصية ينتهي أثرها بانتهائها، إلا الزنا يستمر أثرها بعد انتهائه. في ولد صار في جنين، إسقاطه مشكلة وإبقاءه مشكلة، ولادته مشكلة ونسبه مشكلة ومكانته الاجتماعية مشكلة. فيبدو أن الفاحشة في الأعم الأغلب تنصرف إلى الزنا، والله عز وجل قال ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. والتوجيه الإلهي دقيق جداً، إذ هو ينهى عن القرب من الزنا لا عن الزنا. يبدو أن هذه المعصية لها مقدمات، وكأن المقدمات منطقة خطيرة، فإذا دخلت فيها جذبتك إلى نهايتها، تماماً كتيار كهربائي عالي التوتر في 8 أمتار. أي كائن حي دخل في هذه الأمتار الثمانية قبل أن يصل إليه يجذبه ويحرقه. ويبدو أن هذه المعصية الكبيرة، أو يبدو أن هذه الجريمة تسمى في القانون جريمة الزنا. يبدو أن الزنا له قوة جذب كبيرة، فأنت حينما تتساهل وتدخل المنطقة التي ينبغي أن تبتعد عنها تصل إلى نهاية الفاحشة شئت أم أبيت، تماماً كصخرة في رأس جبل مستقرة، فإذا دفعتها وفي نيتك أن تجعلها تنحدر في المنحدر 10 أمتار لن تستقر إلا في قعر الوادي. أنت مخير أن تبقيها في مكانها الآمن أو أن تدفعها، أما إذا دفعتها لن تستقر إلا في نهاية الوادي. لذلك أقول لكم هذه الكلمة الدقيقة، وتؤكدها دراسات علم النفس، أن الإنسان حينما يقع في الفاحشة 90% ممن وقعوا في هذه الفاحشة ما كانوا يتصورون أن يصلوا إلى نهايتها، ولكن لأنه اقتربوا من حرمها. الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات فمن ترك الشبهات. يعني صحبة الأراذل طريق إلى الزنا، صحبة الزناة طريق إلى الزنا، مطالعة قصة إباحية طريق إلى الزنا، مشاهدة عمل فني إباحي طريق إلى الزنا، مطالعة موقع إباحي في الإنترنت طريق إلى الزنا، إطلاق البصر في الطريق طريق إلى الزنا، لقول الله عز وجل قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. فكأن الآية رسمت طريق حفظ الفرج هو غض البصر. وأؤكد لكم أيها الإخوة بشكل قاطع أنه ما من تكليف كلفنا الله به، وما من معصية نهانا عنها، إلا وفي وسع الإنسان أن يأخذ بالتكليف وأن يبتعد عما نهاه الله، لقوله تعالى
لا يكلف الله نفساً إلا وسعها، وما كان الله ليعذب قلباً بشهوة تركها صاحبها في سبيل الله.